المحكمة الغرفة الاستئنافية الجنائية قررت تأييد القرار الجنائي الابتدائي الذي قضى ابتدائيا في القضية ديال المتهم سليمان الريسوني ب5 سنوات حبسا نافذا وتعويضا للطرف المدني في مبلغ حددته المحكمة في 50,000 درهم. شخصيا كنعتبر الحكم غير منصف في حق الضحية آدم اللي تعرض للاعتداءات الجنسية الاغتصاب والهتك العرض، لهذا كان استأنفنا نحن هذا القرار الجنائي الابتدائي. مع الأسف المحكمة كتأيد هذا القرار، ولكن الإيجابي قبل هذا وذاك هو أن المحاكمة مرت في شروط قانونية فيها احترام شروط المحاكمة العادلة، فيها محاكمة علنية تعطت الكلمة للأطراف بشكل يعني أكثر من العادي الذي يتم في الملفات العادية. المهم بالنسبة لنا هو أن المحاكمة كانت شروط قانونية في إطار ضمانات المحاكمة العادلة. غيبقى أمامنا طبعا الطعن بالنقد في هذا القرار لضمان حقوق الضحية. بالنسبة للعقوبة الحبسية طبعا هي مسألة اللي كترجع أولا للملتمس ديال النيابة العامة، واللي المحكمة كانت لها السلطة التقديرية في تأييد الحكم طبعا حسب وقائع وحسب ملابسات القضية. اللي نبغي نخبركم هو أنه نحن كجمعية مغربية لحقوق الضحايا سننظم غدا ندوة صحفية على الساعة 4 بمقر الجمعية لأجل تعقيب أو التعليق على هذا القرار الجنائي الاستئنافي، لا سواء فيما يخص العقوبة الحبسية ولا فيما يخص التعويض المدني للضحية آدم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.